8 مليارات ليرة لبنانية تقاضتها شركة هايكون العام الماضي من بلدية بيروت للعناية بالأشجار والحدائق والمساحات الخضر في العاصمة. مهلا، هذه المساحة الخضراء ليست من نتاج أعمال الشركة المتعهدة المذكورة، لأنها في الأصل تقع في نطاق سوليدار وحساباتها الخاصة. عن المساحات الخضراء التي كان يفترض بشركة هايكون أن تعتني بها لقاء 8 مليارات ليرة لبنانية. إذا ما استثنينا المساحات الخارجة عن نطاق مسؤولية الشركة المتعهدة، ماذا سيبقى؟ حج بيروت الملزم للشركة نفسها، ولكن بعقد منفصل لقاء مبلغ يتجاوز 1.5 مليون ليرة لبنانية. أما الباقي من أحياء العاصمة وحدائقها فلزمت أعمال الزراعة والصيانة الخاصة به لشركة هايكون لقاء مبلغ إجمالي قدره 9.5 مليارات لبنانية، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة. المشكلة أنه هول 8 مليار يعني 5.5 مليون دولار هن كفيلين يحولوا بيروت كلها لحديقة عامة، مش بس الوسطيات أو الحديقة العامة على قلتها، لأنه هذا العائد لا بيشمل حرش بيروت ولا بيشمل يعني، والحديقة الكبيرة هلأ عم تتأهل ببيروت. حاولنا التواصل مع الشركة مراراً، فأوحلنا إلى موظف تنصل من مسؤوليته. أنا بقيت على الشركة، أعطوني رقمك. لا مع مين بحكي؟ فمن هو عماد الخطيب؟ لأنه 8 مليار فعلياً ما نعمل فيهم شيء. إذا بتشوف المزروعات على الطرقات عم تيبس، ما في. والدليل أبرز دليل على هذا أنه هو ما قام بعمله، أنه هلأ كرمال يخلصوا من هذا الموضوع اقترحوا عليه يعمل عقد جانبي مع إحدى الشركات الكبيرة اللي بتعنى بزراعة الحدائق يعني الوسطيات. قصدنا إحدى الشركات المعنية بالتنسيق والعناية بالحدائق والشتول للتأكد مما يمكننا فعله في العاصمة وبالتكلفة نفسها. بتركوا للشتل العالي وبحط لهم كل أول موسم، بعبي لهم شتول موسمية طلعش كل أول موسم، وموسم التليف بعبي لك يا تليف مع الشجرات العاليين. بدك أحلى من هيك تكون بيروت؟ هالشتلة موسمية خلص الموسم الصيف وبتموت. هلأ كتير منيح منا أنه عملت كمية زهور، بس أكيد ما حدا عم بيقرب يجرب ينظفها. يعني أنا مفروض شتلة، وإذا أنا عاطي صيانة لحدا أقل شيل اللي ميتين، يعني بدي يطلع لي زهرة جديدة شيل الميتين. النعنع هذا بيعمل تبولي هون بالمطاعم. عودت شركة عماد الخطيب التواصل معنا وطلبت إلينا إرسال الأسئلة عبر البريد الإلكتروني، فطلبنا أن يقوم هو شخصيا بالتواصل معنا بعدما تعذر علينا الوصول إليه. أي مايك. أوكي. وبعد مضي ساعات في انتظار اتصال من السيد عماد، وصلتنا رسالة من رقم مجهول الهوية عبر تطبيق واتساب، وفيها ملف يضم أسماء المناطق وأنواع المعدات والمزروعات التي استخدمتها شركة هايكون في عام من تلزيمها. وعندما طلبنا إلى الرقم المجهول تعريف بنفسه تجاهل رسالتنا. من هو عماد الخطيب الذي عندما طلبنا إليه رداً على ما نشر في جريدة الأخبار تهرب؟ عماد الخطيب مالك شركة أوراكسل للاتصالات، هو نفسه الذي ظهر في تحقيق أعدته الجديد بعنوان اتصالات ليكس في جلسة صوتية مسربة، وهو يرتب كيفية التلاعب بعقود الصيانة والتشغيل بين شركة تاتش للاتصالات وشركته للاتصالات أوراكسل. بعد عم يجيك شكاوى علينا نحن بالهواوي بعد؟ عويدات لما كشفوا تسجيل نشروا الإعلام بيقول إنه عم يتفقوا كيف بدهم يسمسروا وعم بياخدوا معطيات غير شرعية لحتى تنجح الصفقة تبعيتهم. بيقول عويدات بالخلاصة هؤلاء تواطؤوا بمعملية احتيال للحصول على أموال غير مشروعة من الدولة، لكنهم لم ينفذوها وبالتالي القانون ما بيحاسبهم.
بلدية بيروت وفي اجتماعها الأخير لم تجدد ولم تمدد تلزيم شركة هايكون. هذا لا يلغي السؤال، كيف تلزم شركة من أبرز مسؤولياتها البناء وتكون نتيجة أعمالها على النحو التالي ويمر الأمر من دون أي محاسبة؟ حليمة طبيعة، قناة الجديد.